بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراج والعالم دافع البلاء والوباء والكهات والمارز والعالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطاهر مطاهر منور في البيت والحرام شمس الزهى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف الورى مصباح الزولى من جميل الشيام شفيع الأمام صاحب الجود والكرم والله اسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنحى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود مرجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين آنيس الغاربين رحمة للعالمين رائحات العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الصالحين نبي الحرمين امام القبلتين وصلحتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى السقاولين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المتقون بنوره جماله سلم صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما.